ثانية في حلقة اليوم من برنامج قهوة الصباح، والحديث فيها عن أحد الطاقات أو النماذج في جانب الطاقات المهتمة بالعطاء الإنساني في المجتمع. معنا فريق مسندم التطوعي، ونرحب فيه برئيسة الفريق الأخت خولة بن زايد الشحية، وأيضا نائب رئيس الفريق سعيد بن راشد الشحي. صباح الخير. صباح النور. البداية معك أخت خولة، تحدثينا عن هذا الفريق. فريق مسندم التطوعي أسس 23 من أغسطس 2013. بدأنا إحنا تقريبا 3 أشخاص 4 أشخاص بجهود فردية بسيطة. كانت غاياتنا بالبداية أن إحنا نوصل رسالة للمجتمع، نبدأ فيها بأعمال بسيطة جدا، أهمية الأعمال التطوعية، حب فعل الخير، حب العطاء للوطن. بدأنا بأبرز الأشياء أن إحنا نزرع أشجار تطوع في المحافظة. جميل جدا. في كل ولاية، فنحاول أن مثلا في ولاية بوخة يروح يزرع شجر تطوع في ليمة. وفي خصب إلى منطقة كمزار. وهكذا، ومن نيابة ليمة إلى مدحة، بحيث أن كل واحد يزور الثاني بعد سنة سنتين يشوف أن الشجرة تنمو مع هذا العطاء. هو الفريق الوحيد عندكم في المحافظة؟ حاليا هو الفريق الوحيد، وبعض المؤسسات صراحة جاهدة أنها تعمل يعني فرق تطوعية تشتغل لفترة معينة ثم تتوقف. جميل جدا. احنا حاولنا نضع أن خطة تكون مستمرة باستراتيجية واضحة جدا في العمل، وخطط احنا نضعها كل شهر او شهرين، شو العمل اللي يكون قصيره المدى وطويله المدى هذه الاهداف. ممتاز جدا. سعيد، ابرز اعمالكم في الفريق؟ ابرز اعمالنا في الفريق بدايه كانت عندنا مبادره شيابنا شباب. هي المبادره اللي حبينا نستهدف فيها فئه كبار السن اللي تجاوز عمرهم 60 سنه ونشوف مهاراتهم. مثل ما تشوف الحين نمط الحياه صار سريع وكذا، من دراسه لعمل لتكوين مستقبل، ونسينا الجانب ومهارات ابائنا الموجوده. بالضبط. مثلا حرفه الزراعه، عملنا حلقه عن حرفه الزراعه، تعرف الوالد عرض فيها الادوات اللي يستخدمها، الاشياء والامكانيات الموجوده. ايضا كانت لنا حلقه عن المداخن مثل ما تشوفونها، اللي يسمونها بالمباخر محليا. المجمر. المجمر. ايوه المجمر. وايضا هني بعض الحلوه الشعبيه اللي يسموها حلوى الداس موجوده عندنا هني. وهذا كلها ساهم فيها كبار السن معاكم. كبار السن ينمي فيهم روح العاده، العطاء والتقاليد هذه. ايوه بالضبط، من خلال هذه المشغولات وهذه الاعمال اليدويه فعلا، حتى الاب يكون مرتاح. بالضبط. لما يعطي يعزز الجانب النفسي عند الوالد ويورينا الطاقات الموجوده عنده. وايضا كانت لنا في مبادره اسمها مبادره مكتبه عطانا يمتد بلا حدود. كانت نستهدف فيها الزوار اللي يزورون محافظه مسندم، بنشوف نسمعهم ونشوف ونرحب فيهم. منطقة بدأنا فيها السنة اللي فاتت نهاية شهر نوفمبر تقريبا، سبتمبر، وشفنا الزوار اللي يرحلون على شاطئ بصة. شاطئ بصة في مقاومات جميلة، وشفنا معهم السلبيات والتدخين ومضارة وكذا. وفي فعلا في بعض الشباب أعمال إنسانية رائعة جدا. سيد خولة، إذا ما شاء الله يعني أنتم الآن خلينا نقول ضربتوا عصفورين بحجر من خلال الفعاليات اللي أقمتوها هذه، لأنكم عرفتوا بالعادات وبالتراث العماني الأصيل، وفي جانب ذلك أكسبتوا أيضا المتلقين بعض المهارات. أن الشياب ما شاء الله شاركوا في أنهم يكسبوا هذه المهارة للشباب اللي موجودين. الحين يعني من خلال واقع عملكم ومن خلال الأعمال اللي أنتم تقوموها، كيف شفتوا إقبال الناس معكم، أيضا اندماجهم معكم في هذه الأعمال والفعاليات اللي تقيموها؟ ما شاء الله احنا كنا نحط إعلانات إن احنا بنقيم دورة تدريبية مع الشايب أو مع الأب الفلاني حول مثلا خبز التنور، مثلا هذا خبز مشهور معنا في المحافظة. لقينا ما شاء الله عدة بنات جاي عشان يحاولوا يعملون هذا الخبز، لأن تحتاج بعض المهارة. هم في البيت ما بيتعلموه. هو في البيت ما بيتعلموه. بالضبط.
لاحظنا ان اول ما نزلنا الحلقه عملناها في عندنا في صفحه في اليوتيوب، ما شاء الله زاد عدد المشاهدين خلال يوم واحد الى 1400 مشاهد. ما شاء الله. كلهم حابين يعرفون كيف اعدوا هذا الخبز، كيف ان البنات لما يحاولوا يمسكون الخبز ويطيح عندهم وسط النار مثلا، لان هذا يحتاج انك انت تقدر بمهاره معينه. بمهاره معينه انك تقعد امام النار، تحط الخبز بطريقه معينه امام النار بهالطريقه. وكتسبوا لهم اهم شيء تعلموا يعني؟ تعلموا الشيء البسيط، لكن المهاره القويه امام النار بعدهم. بعدهم محتاجين. الحراره ما يقدروا يتحملوا. بعدهم ما غادرين بهذه الطريقه. بهالطريقه. اذا سعيد ايضا اعمالكم ما شاء الله يعني بدت يعني بدايات باعداد قليله، تذكر اول عمل قمتوا فيه ايش هو في الفريق؟ اول عمل قمنا فيه هو مبادره شيابنا شباب. كانت حلقه مع الوالد احمد الداس الشحي عن حرفه الزراعه. عرفنا فيها عن الادوات المستخدمه، طريقه زراعه النخله، الاساسيات الضروريه بحصاد النخل، اعداد التمور وتجفيفها، وشو الفائده منها وكيف يستخدمون الاشياء اللي من الماده، سعف النخيل وكذا يعني بيكون. جميل جدا. كانت هذه البدايه. خوله يعني من واقع انتم تجاربكم وايضا من واقع ملامستكم للمجتمع، العمل التطوعي نتائجه على المجتمع كيف تشوفوها؟ بداية أحب أذكر أن قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حب العمل حب العطاء فيه تنافس، وكلنا نحاول نتنافس بهذا الخير لأجل آخرتنا. فمثل ما احنا نشوف احنا في كفرق نحاول نجتهد، الجهاد هذا كله بالنهاية ليش؟ لحب عمان. بالضبط. فنفس الشيء زملائي من الفرق التطوعيه نفس الشيء حابين يشتغلون هذا لخدمه عمان، فاحنا كنا جهود نتحد مع بعضنا البعض لهذا الهدف السامي. صحيح. ما نكون كل فريق يحاول يعرقل الثاني، بالعكس نكون احنا جهه خدميه كامل متعاونه مشاركه مع كل القطاعات، وفي ذلك موجود التنافس. اكيد اكيد. سعيد، الفرق اللي موجوده في السلطنه احتكيتوا مع احد من الفرق اللي موجوده في السلطنه؟ مبدئيا لا، بس صار عندنا تواصل مع كذا فرقه على اساس ان نتعامل على بالمستقبل ان شاء الله. جميل. في خطط قادمه ان شاء الله رايحين تتعاونوا فيها ان شاء الله؟ مبدئيا ان شاء الله، يعني حاليا شفنا تعاون مع كذا مبادره من كذا فرق واحنا متواصلين معاهم، وان شاء الله نوصل على عمل يظهر بشكل راقي مثل فريق وصال. مثل فريق وصال من منطقة الظاهرة مع الأستاذ داود اليعقوبي، جدا متواصل معنا، حبينا نستضيفه إن شاء الله معنا في محافظة مسندم ونعيد مشروع متكامل كإحنا كفريقين بحيث نطلع بجهد مثمر جدا رائع. ممتاز جدا. أيوة. أيضا الفئات اللي أكثر ما أنتم تستهدفوها في 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 المجتمع خولة، من الفئات اللي تستهدفوها أكثر؟ الحمد لله ما شاء الله إحنا معنا كفرق تطوعية معاني عدة ميول، معظم المتطوعين حابين يشتغلون دائما مع الاطفال في البرامج المسابقات الخاصه بالاطفال، فاحنا نرحب بهم، انمي عندهم هذه المهارات ويقعدون مع الاطفال يعملون مسابقات، نحاول نخلي الاطفال يشتغلوا معنا في الاعمال التطوعيه، تعال ممكن تشاركوا معنا، نروح نقدم رساله ان شاء الله نقدم معاكم، وفي معاي متطوعين ما شاء الله عندهم حب الاداره او حب القاء المحاضرات، الدورات التدريبية. جميل جدا. بحيث ان احنا ننمي مهارات المتطوع. نشوف جانب من هذا، من هذه الفعاليات اللي تقيموها على الهواء ان شاء الله. اذا نشوف جانب منها، سعيد تحدثنا عن هذا الجانب. الصورة اللي نشوفها الحين هي عن اجتماع لوضع خطة 2014 لسنة 2014 مع بعض اعضاء الفريق موجودين. جميل جدا. وانتم في العاده تعقدوا الاجتماع كل فتره معينه، في فترات معينه تعقدوا فيها اجتماعاتكم؟ اجتماعاتنا مستمره دائما يعني، لان الفعاليات ما شاء الله لا تنتهي. جميل جدا. ايضا هذه انا اشوف انه في تكريم او جانب. أيوة. تكريم اخت خوله، هذه كلمات العطاء في العيد الوطني 43 ما شاء الله، خلينا الطالبات يشاركوا معانا كلمات حب الوطن، هذه اطول صحيفه احنا اقمنا فيها تقريبا وصلت الى 16 متر، خلينا الاطفال كلهم يشاركوا معانا في وضع الضصم يدهم. ما شاء الله. فاشتغلنا يعني عليها من العصر تقريبا للساعه 9، هذه مشاركه من دوله الامارات العربيه المتحده. وهذه بعد حمله عطائنا تمتد بلا حدود، كانت على الشواطئ البحريه مع الشباب اللي كانوا يمارسون عادات سلوكيه خاطئه، فحبينا نتناقش معاهم نسولف. فحسينا ما شاء الله طلعنا بنتيجه انهم فعلا قالوا احنا جايين وعندنا عادات سلوكيه، فقلت معلش انتم هالعادات السلوكيه ابغاكم تتبنوا
وتلبسون بعض القمصان المعبر انكم انتم ضد هذا، تحول الوجه السلبي الى وجه ايجابي الى وجه ايجابي. فحلو تقديم الرسائل هذه او ايصال الرسائل هذه للمجتمع بطرق مختلفه، ايضا بطرق ربما يتقبلها الطرف الثاني. اهم شيء انها تكون بسيطه وما تكون فضه، يعني تكون بسلاسه يتقبلها الشخص. جميل جدا. ايضا خوله انتم ما شاء الله عليكم يعني اعمالكم كثيره، الداعمين لكم، هل ممكن تحدثين عن الداعمين لكم؟ الداعمين معانا تقريبا احنا كفريق مسندم التطوعي حبينا ندعم نفسنا بنفسنا حتى نبرز نوصل رساله للمجتمع ان احنا عندنا فعلا شغل وعندنا رساله حابين نقدمها، احنا باغيين نخدم المجتمع، ما حبينا نطرق الابواب كثر ما حبينا احنا ننجز الاعمال. انجزنا خلال 6 شهور 7 شهور الحمد لله، بدات الجهات احنا تطلبنا تستقطبنا، يعني يا جهه فريق مسندم ممكن تنظمون لنا الحفل الفلاني او عندنا مسابقه او تقدمون افكار حلوه لتقديم رساله او معلومه على حسب الجهه او القطاع الخاص او القطاع الحكومي، فاحنا نحاول نبدع لهم افكار جدا ما طرأت على المجتمع. جميل جدا. سعيد، وانتم في اعمالكم وفعالياتكم عندما تطلبوا مثلا تعاون جهه حكوميه او خاصه معينه، يتجاوبوا معاكم يتعاونوا معاكم الجهات الحكوميه والخاصه؟ جدا متجاوبين معانا ومتعاونين جدا لابعد الحدود، والحمد لله صارت عندنا كذا فتعاونات مع جهات حكوميه وجهات خاصه وجهات من المجتمع. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في فعالياتكم القادمه، في اعمالكم القادمه، في كل ما تبرزوه من عطاء لهذا المجتمع. الاخت خوله بنت زايد الشحيه رئيسه فريق مسندم التطوعي، وايضا سعيد بن راشد الشحي نائب رئيس فريق مسندم التطوعي، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في برنامج قهوه الصباح، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق. شكرا لكم ان شاء الله. إذن مشاهدينا كذا نطوي صفحتنا الثانية في حلقة اليوم من برنامج قهوة الصباح، نخرج لفاصل ونرجع مع محطتنا القادمة.